السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 4 او الصف الرابع الابتدائي ترم 1 الترم الاول، والنهاردة بنشرح مع بعض يونت 1 What can I do؟ زي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا lesson 1 اسمه my body. my body يعني جسمي. وطبعا الكلمات الهامة في الدرس ده، اول حاجة digestive system. digestive system او الجهاز الهضمي digestive system. body 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 يعني جسم. use 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 يعني يستخدم. when يعني عندما، بتيجي بمعنى متى برضو يعني للسؤال عن الزمن، بس هنا بمعنى عندما يعني في الوقت المعين ده. chew يعني يمضغ الطعام طبعا. chew. swallow يعني يبتلع يبلع. swallow. then يعني ثم. stomach يعني معدة. special يعني خاص. liquid يعني سائل. energy يعني طاقة. respiratory system يعني الجهاز التنفسي. nutrients يعني مواد غذائية، عناصر غذائية ومواد غذائية. need يعني يحتاج. brief يعني يتنفس. air يعني هواء. through يعني خلال. nose يعني أنف. lungs يعني الرئتين. oxygen يعني أكسجين. blood يعني دم. heart يعني القلب. human body يعني الجسم البشري. bump يعني يضخ. around يعني حول. bones يعني عظام. muscles يعني عضلات. skeleton يعني هيكل عظمي. protect يعني يحمي. organs يعني أعضاء. lift يعني يرفع. turn يعني يستدير. letters اللي هي لترات، اللي هي لترات من سائل من السوائل. طبعا احنا عارفين ان في عندنا irregular verbs او افعال غير منتظمة او افعال شاذة. الافعال دي ال present بتاعها بيكون غير ال past او الماضي، فالفعل نفسه شكله في المضارع او في ال present بيكون مختلف عن الباست او الماضي، مش بنحط له اي دي زي الافعال العادية، فلازم نحفظها في البريزنت وفي الباست زي ما هي. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، لازم نحفظها زي اسمنا. فاول حاجة عندنا eat
eat eat يعني يأكل، ال past بتاعها ate 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 يعني أكل، drink 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 يعني يشرب، drunk 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 يعني شرب، make 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 يعني يصنع يعني يجعل، made 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 يعني صنع يعني جعل. عندنا بعض الـ expressions أو التعبيرات لازم نقولها مع بعض. أول حاجة change into، change into، change into يعني يتحول إلى، breathe in breathe in breathe in breathe in يعني يستنشق، go to go to go to يعني يذهب إلى، is past to is past to يعني ينتقل إلى، made up of made up of made up of made up of يعني مكون من، attached to attached to attached to يعني مرتبط ب، make us strong make us strong make us strong يعني بيجعلنا أقوياء، make us move make us move make us move يعني بيجعلنا نتحرك. دلوقتي عندنا بعض السيستمز اللي لازم نعرفها في جسمنا مهم جدا، اللي هي بعض الأنظمة الحيوية اللي في جسمنا والأجهزة اللي بتقوم بالعمليات الحيوية دي. أول حاجة عندنا الجهاز الهضمي أو الـ digestive system. الـ digestive system أو الجهاز الهضمي، we use our digestive system when we eat and drink. احنا بنستخدم جهازنا الهضمي لما بنيجي ناكل ولما بنيجي نشرب. We chew and swallow food. We chew and swallow food. احنا بننضغ وبنبلع الطعام. Then it goes to our stomach. Then it goes to our stomach. بعد كده هي الطعام ده بيروح المعدة بتاعتنا. In the stomach في المعدة a special liquid سائل خاص changes the food into energy and nutrients. بيغير الطعام لطاقة وعناصر غذائية that we need in our body that we need in our body اللي احنا بنحتاجها في جسمنا. يبقى ده الـ digestive system زي ما احنا عارفين كلنا ان احنا بنستخدم الـ digestive system بتاعنا use our digestive system لما بنيجي ناكل ونشرب when we eat and drink. We chew and swallow food احنا بنمضغ وبنبلع الطعام. Then it goes to stomach لما بعد كده بيروح للاستومك او للمعدة. In the stomach a special liquid في المعدة special liquid او سائل خاص changes the food into energy and nutrients بيحول الطعام لطاقة ونيوتريانس عناصر غذائية that we need in our body اللي احنا بنحتاجهم في جسمنا. طب respiratory system respiratory system زي ما عرفنا اللي هو الجهاز التنفسي respiratory system. We use our respiratory system when we breathe. احنا بنستخدم الجهاز التنفسي بتاعنا when we breathe عندما بنتنفس. We breathe in air احنا بنتنفس الهواء through our nose خلال او عبر انفنا عن طريق انفنا. And it goes to our lungs وبعد كده الهواء ده بيروح لللونجز بتاعتنا للرئتين بتوعنا. In the lungs في الرئتين the oxygen الأكسجين in the air اللي موجود في الهواء is passed to the blood بيعبر ويخش على الدم. Our heart القلب بتاعنا pumps بيضخ this blood الدم ده بقى around our body around our body لكل أنحاء جسمنا. بعد ما الأكسجين اللي في الهواء بي 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 بيروح للدم الهارت بتاعنا بيضخ الدم ده لكل أنحاء جسمنا علشان نفضل عايشين. طيب تالت حاجة عندنا عايزين نعرفها النهاردة هي الـ bones and muscles. الـ bones and muscles العظام اللي هي الـ bones and the muscles والعضلات. Our skeleton الهيكل العظمي بتاعنا is made up of all the bones is made up of مكون من all the bones in our body. All the bones in our body هو عبارة عن كل العظام الموجودة في جسمنا ده السكيلتون بتاعنا أو الهيكل العظمي بتاعنا. This makes us strong ده بيخلينا أقوى
ده بيخلينا أقوياء، بيخلينا جسمنا قوي وصلب شوية and protect our organs، وكمان بيحمي الأعضاء بتاعتنا اللي هي جوه الهيكل العظمي ده، عشان لو حاجة خبطت فينا ولا حاجة ما تأثرش علينا وتأثر على حياتنا. Muscles العضلات are attached to our bones، العضلات بتاعتنا attached to our bones يعني ملحقة أو لازقة في البونز بتاعتنا. And they lift and turn bones، والمسلز دي بتلفت and turn bones، بترفع وبتحرك العظام to make us move علشان تخلينا نتحرك. يعني البونز مش هتتحرك لوحدها، لازم المسلز اللي عليها تتحرك، فبالتالي ترفعها وتحركها to make us move علشان تخلينا نتحرك. طبعا زي ما قلنا when بتستخدم بمعنى عندما، وبتستخدم كمان بمعنى متى للسؤال عن الزمن. احنا عايزين بقى نقول عندما نعمل حاجة معينة بيحصل حاجة معينة. فمثلا عندنا مجموعة من الأمثلة هنا، فبنقول مثلا when we eat and drink، لما بناكل وبنشرب we use our digestive system، احنا بنستخدم الجهاز الهضمي بتاعنا، هي جت هنا بمعنى عندما. when we breathe we use our respiratory system، لما بنتنفس احنا بنستخدم الجهاز التنفسي بتاعنا. when we move لما احنا بنتحرك we use our bones and muscles، بنستخدم البونز والمسلز بتوعنا او العظام والعضلات بتوعنا. هنا بيقول لنا معلومة جميلة، او بيقول لنا did you know، هل كنت تعرف، there are about 5 liters of blood in the human body، موجود حوالي 5 لتر من الدم في الجسم البشري، كل واحد فينا عنده حوالي 5 لتر من الدم في جسمه. طبعا احنا عايزين نتدرب على نطق الكلمات دي، مهم جدا. heart 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 يعني قلب. stomach 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 يعني معدة. lungs 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 يعني رئتين. skeleton 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 يعني هيكل عظمي. bone يعني عظمة. muscle يعني عضلة. blood يعني دم. واخر حاجة معانا النهاردة نحل exercise كده جميل على lesson 1. واول حاجة عندنا بيقول لنا underline the correct words in the practice، او حط خط تحت الاجابة الصحيحة، او ضع خط تحت الاجابة الصحيحة بين الاقواس. بيقول لنا هنا we use our muscle ولا respiratory ولا digestive system when we breathe، احنا بنستخدم انهي حاجة من الحاجات دي؟ شاطرين طبعا respiratory system او الجهاز التنفسي when we breathe. طب بيقول لنا تاني we use our digestive ولا bone ولا respiratory system when we eat and drink، شاطرين طبعا we use our digestive system when we eat and drink. طب our bones and teeth ولا muscles ولا arms help us to move، البونز بتاعتنا او العظام بتاعتنا وايه تاني بيساعدنا ان احنا نتحرك، التيف ولا المسلز ولا الارمز؟ شاطرين طبعا المسلز. طب يقول لنا كمان we can chew and bump ولا breathe ولا swallow food، شاطرين طبعا swallow، احنا بتشو او بننضغ و swallow بنبلع الطعام الفود. we breathe in air through our، احنا بنتنفس الهواء من خلال stomach معدتنا ولا nose انفنا ولا skeleton الهيكل العظمي بتاعنا، شاطرين طبعا nose. our heart ولا muscle ولا stomach pump blood around the body، الهارت ولا المسل ولا الاستومك هو اللي بيضخ الدم في انحاء جسمنا. شاطرين طبعا our heart pump blood around the body. طيب our skeleton ولا lungs ولا heart is made up of bones in our bodies، ايه هو المكون من عظام في جسمنا، السكيلتون ولا lungs ولا الهارت؟ شاطرين طبعا السكيلتون.
طيب the special liquid in our stomach changes the food into energy and blood ولا bones ولا nutrients. السائل الخاص اللي موجود في معدتنا بيغير بيحول الطعام changes the food into energy لطاقة and ونقط and و blood ولا bones ولا nutrients. شاطرين طبعا nutrients أو عناصر غذائية. طيب we use our teeth to show ولا chew ولا share food. احنا بنستخدم أسناننا لإيه بقى؟ شاطرين طبعا chew food أو لمضغ الطعام، لازم نبقى حافظينها كويس. In the lungs في الرئتين the oxygen الأكسجين in the air الموجود في الهواء is passed to بيمر ل stomach المعدة ولا blood الدم ولا bone العظام. شاطرين طبعا هو be passed to ال blood أو للدم. طيب the bones make us العظام بتخلينا weak ضعفاء وضعفاء ولا hungry جعانين ولا strong أقوياء. شاطرين طبعا strong أو أقوياء the bones make us strong. طيب آخر حاجة the bones cut بيقطعوا ولا break بيكسروا ولا protect بيحموا our organs الأعضاء الداخلية بتاعتنا. شاطرين طبعا protect our organs أو بيحموا أعضائنا الداخلية. بكده نكون أنهينا شرح lesson 1 وأنهينا درس النهاردة. أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.